مستمعينا ومشاهدينا، نرحب بكل نرحب فيكم ونرحب بكل اللي انضموا لنا في جدد حياتك في موضوعنا الرئيسي اليوم لجدد حياتك، القلق والوسواس القهري، الفرق بينهم وكيف احنا ممكن نعالج مثل هذه المشاكل اللي ممكن تكون بسيطة لكن إذا أهملناها ممكن تكون تسبب لنا مشاكل أكبر وأكبر. يسعدني أن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ إسماعيل هزازي، استشاري نفسي. مساك الله بالخير أستاذ إسماعيل. اهلا وسهلا اخوي وهيب، يا مرحبا، حياك الله. سعيد اني اكون معك، وللتعديل ليس استشاري، مستشار وليس استشاريا. مستشار. نعم. الله يسعدك، حياك الله استاذ اسماعيل. يعني احنا قاعدين نتحدث اليوم عن موضوع جدا حساس، وموضوع يعني ممكن كثير مننا يعاني منه. اول شيء بس حاب اني اخذه كمدخل، وش الفرق بين القلق والوسواس القهري؟ طيب، بادئ ذي بدء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا وهيب، يا أخوي وهيب، أنه جاء الموضوع في وقته تماما، لأنه الحين إحنا نبغى نفصل الموضوع إلى قسمين، قسم القلق ونتحدث عنه، وهذا هو اللي أقول لك جاء في وقته، والجزئية الأخرى اللي هي الوسواس القهري. أولا، القلق بالمجمل العام، بالمنظور العام، هو جزء من أجزاء حياتنا الطبيعية. فلن يكون هناك إنجاز بدون قلق. بمعنى الآن، من أنواع القلق الطبيعي اللي هو قلق الاختبارات. الآن هذا هو اللي أقول لك جاء في وقته. الآن اختبارات، من الطبيعي الطالب إذا قلق القلق المحمود أنه اللي يساعده على الانتباه، يحفزه، يخليه يركز، يخليه يكون يعني متنشن أكثر، أنه يذاكر ساعات أطول، يكون تحت تأثير ضغوط بسيطة، في سبب يعني يكون له مثلا، كلها هاي في المستوى الطبيعي ترى، ويكون داعم ودافع له. بمعنى مستحيل تجد أحد يعني أخذ شهادة عليا إلا وكان تحت تأثير ضغوط الجامعة، ضغوط الدراسة، ضغوط البحوث، الضغوط هذه كلها. فالضغوط هذه جزئيات قلق بسيطة مقبولة، ولكن إذا انتقلنا انتقال آخر إلى الجزئية المرضية، يختلف القلق الطبيعي عن القلق غير الطبيعي. القلق الطبيعي احنا حطينا عليه مثال اللي هو الاختبارات الآن لأنه وقتها. طيب، إذا كان عندي قرار مصيري في حياتي، إني أبغى أقرر إني أتزوج، أقرر إني أطلق، أقرر إني أنا أدخل الوظيفة هذه، أو يكون عندي مقابلة شخصية، أو إنه يكون عندي شيء معين، قرار مصيري يعني ممكن. يا سلام عليك، هو إحنا اخترناه بقرار مصيري. القرار المصيري هذا الطبيعي إني أكون تحت طائلة القلق الطبيعي. كيف إحنا نقول إنه القلق هذا أصبح غير طبيعي؟ إذا هذا إذا هذا النوع من أنواع القلق سبب لي أزمة اجتماعية، أزمة نفسية، اضطراب في النوم، سبب لي ضيق مشاعر، تسبب لي في تعطيل أمور حياتي، هنا إحنا دخلنا في الجانب المرضي. طبعاً نتكلم عن فترة طويلة، يعني نتكلم إحنا عن أسابيع إلى أشهر من وجود هذا القلق المستدام. يعني معدلك الوظيفي، معدلك الدراسي إذا كنت طالب انخفض جداً، أو هددت بالفصل، أو أنك إذا كنت موظف وشعرت بقلة جودة عطائك، وأنه أنت قد تكون مهدد بالفصل بسبب هذا القلق اللي أنت موجود فيه وبدأ يكون مؤثر عليك. نوصل إلى مرحلة عالية جدا في القلق، ما ينفع التداخل معها إلا بالأدوية، بالعلاج الدوائي، قبل لا نتدخل بأي نوع من أنواع العلاج الآخر. الآن بس أستاذ مساعد، يعني إحنا ممكن نقول إن يعني أوكي، في قلق طبيعي وهذا قلق مرضي، بس يعني إحنا عارفين سببه. هل ممكن يكون في قلق دائم ما له سبب؟ يعني نفس الواحد يكون عايش قلق بس إنه ما عارف وش أسبابه. هنا نوع من أنواع القلق اللي دخلنا في نوبات البانيك أتاك، اللي هي نوبات الهلع، اللي يكون السبب هو يكون سبب محدد في باله هو ما هو موجود، فتصير عنده نوبة هلع من شيء معين. أو ندخل على جانب آخر من جوانب القلق برضه، اللي هي الفوبيا. الفوبيا ترى أحد أنواع القلق، لكن الفوبيا تكون specific phobia، يعني فوبيا محددة،
يخاف من الأفاعي، يخاف من المرتفعات، يخاف من الأماكن المغلقة، يخاف من الأماكن المفتوحة، يخاف من الفيران، يخاف من أشياء كثير جدا. يكون هنا عندنا برضو أحد أنواع القلق اللي للفوبيا. اي استاذ اسماعيل ممتاز، يعني احنا ممكن تسهل علينا العمليه كثير اذا عرفنا احنا اسباب القلق، لكن خلينا نتحدث عن الاسباب اللي تكون غير معلومه، لا الشخص نفسه عارفها او ممكن ما يقدر يعبر عنها، او كيف وش اقصى مدى ممكن تاثر على على الشخص. ممتاز. هنا نقول انه دائما لدى الشخص نافذه مظلمه. النافذة المظلمة هذه هو يقول لك أنا ماني عارف إيش الشيء اللي مقلقني أساسا. هنا يحتاج إلى تداخل في جزئيات من العلاج الجدلي، أنه يكون قادر هذا المختص أنه يكون جالس مع الإنسان هذا اللي مو عارف إيش المسبب اللي صاير له. وقتها يطلب منه أشياء ثانية. ترى على فكرة أنت تدري أنه أوقات زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهذا جانب فيسيولوجي مش سايكولوجي، صحيح، جانب جسماني مش جانب نفسي، انه قد يكون احد مسببات القلق. فاوقات يكون مثلا المتخصص عارف الشيء هذا يروح من يطلب منه تحليل. هو كمستفيد او كمريض يستغرب، بس ما يدري انه السبب قد يكون فيسيولوجي، هو ما هو داري انه يسبب له الشيء هذا. الاسباب قلنا الاسباب انه في شيء طبيعي وفي اسباب مرضيه وفي اسباب تستدعي إلى أخذ الأمور العلاجية. كيف ممكن إحنا نقدر نشخص القلق؟ يعني نقول هذا والله فيه قلق من النوع المرضي ولا القلق الطبيعي؟ طيب، أولاً كأسباب مثل ما ذكرنا، طبعاً حسب البحوث النفسية إنه ما في سبب محدد نقدر نقول إنه هذا هو المسبب للقلق، ولكن المؤثرات الطبيعية في الحياة وضغوط الحياة قد تكون محفز لهذا القلق. رقم واحد. رقم اثنين، توضح بعض البحوث إنه فيه ارتباط ما بين الجانب الوراثي وما بين اكتساب القلق. فمثلا إذا الأب أو الجد كان عنده مرض القلق، ففي نسبة لظهور القلق برضه للأبناء أو أبناء. علما أن القلق قد يرتبط برضه من الجانب السلوكي. هناك سلوكيات قلقية تظهر لهذا الشخص، يعني أو تبني في شخصية هذا الشاب أو الشابة من السلوكيات اللي يشوفها من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، ويتقمص هذا السلوك مكتسب، يكون يعني ويكون مكتسب له كمرض للقلق. هناك أسباب طبية أخرى مثل مرض القلب، طبعاً ما نعمم، ولكن نقول بعض الأمراض اللي قد تسبب القلق عند هؤلاء الأشخاص. مرض القلب، مرض السكر، الغدة الدرقية إذا كانت نشطة، استخدام المخدرات إحنا نتكلم الحين ما بين المخدرات وما بين الكحوليات. طبعاً المخدرات هي الأدوية المخدرة اللي تكون ذات وصوف طبية معينة، اللي زي الأدوية اللي تستخدم استخدام خاطئ وتكون مواد مخدرة. والكحوليات معروفة. أيضاً الآلام المزمنة قد تسبب لدى الشخص مرض القلق. طيب أستاذ إسماعيل، وش ممكن يؤدي لها القلق؟ يعني هل ممكن يؤدي إلى أمراض أخرى مثل الاكتئاب، مثل أمور تكون أكبر وأخطر على الإنسان؟ طيب ممتاز. مرض القلق في البداية هو مرتبط ارتباط بمرض آخر اللي أنت ذكرته، اللي هو مرض الاكتئاب. في حال استمرار القلق هناك عامل خطورة لدخول المريض إلى عالم الاكتئاب. والاكتئاب احنا نعرف في تصنيفاته حسب أنواعه الثمانية، أنه في تصنيفاته أنه بسيط ومتوسط وشديد. في المرحلة الشديدة من القلق أو في المرحلة الشديدة من الاكتئاب قد تكون أخطر الأشياء اللي احنا نخاف منها، اللي هي دخول المريض في الانتحار. طيب خلينا نتحدث عن الأعراض الشكلية من ناحية القلق على المريض أو المصاب باضطراب القلق. كيف أقدر أميز شكل المصاب بالقلق؟ طبعا إحنا لازم تتوفر عندنا ما لا يقل عن 4 من العلامات والأعراض المجملة اللي راح أذكرها حاليا. ممتاز. فمريض القلق أهم العلامات والأعراض اللي تبان عليه أو الوصوف اللي تبان عليه هي العصبية والذعر والتشاؤم
زيادة في ضربات القلب، منها يصير في زيادة في معدل التنفس، لأن التنفس مرتبط بضربات القلب. التعرق الشديد حتى في الأيام الباردة يكون متعرق، تعرق شديد، يشعر بالتعب، يشعر أنه 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 تاير حتى لو عمل أي مجهود بسيط، شعور بالتعب جدا. يكون عنده صعوبة في النوم، اضطراب في النوم اللي هو الدخول في المرحلة اللي نسميها الأرق. أيضا اضطرابات فسيولوجية زي ما قلنا، ممكن يكون عنده تلبكات معوية، قولون عصبي، قولون هضمي. أيضا أهم العوامل وهذه مهمة جدا جدا عندنا في التشخيص، اللي هو عدم قدرة المريض على السيطرة على القلق، يعني ما يقدر أنه يهدى من ناحية التفكير في هذا الجانب المقلق، فيصير هو خارج نطاق سيطرته وسيطرة جسمه وسيطرة ذهنه على هذا الجانب. متى احنا يعني الواحد يعترف يقول والله انا اعاني من القلق؟ في بعضهم يقول لك لا انا ما فيني شيء، انا طبيعي، انتم اللي هوالين. اغلب طبعا في الغالب المرضى اللي يدخلون في جوانب نفسية هو لا يشعر بالواقع الفعلي اللي هو موجود فيه، لكن متى بعضهم عنده وعي إذا وصل للأشياء اللي حأذكرها، أو اللي حوله من الدعم المجتمعي أو الدعم الأسري يتوصل للأشياء اللي أنا قلتها اللي بقولها حالياً، لازم تتوجه إلى متخصص. أولاً إذا صار في عندك تعطيل للحياة الاجتماعية، يعني صار عندك مشاكل كثيرة في البيت، يعني معروف في مشاكل في البيت لكن مشاكل مسيطر عليها، لكن في مشاكل تفوق الحد اللازم. أيضا إذا صار في عندك تعطيل على مستوى الأمور الوظيفية، يعني أنت صرت تغيب كثير عن وظيفتك، صرت ما عاد تداوم، جاك توبيخ، جاك إنذار بالفصل أو حتى فصلت. إذا صار في عندك إما ازدياد في مرحلة النوم أو نقص شديد في مرحلة النوم، إما إفراط في النوم أو مرحلة الأرق اللي إحنا ذكرناه إنه صار ما يجي النوم، يصير عنده اضطراب في الشهية، بمعنى أنه قد لا تفتح نفسه للأكل تماما، ما يبغى يأكل أو يأكل أكل بسيط جدا، أو العكس تماما اللي هو الإفراط في الشهية والأكل بشكل نهم جدا يزيد من وزن هذا ممتاز. المريض. فاصل عن دوركم كمستشارين في التوعية من اضطراب القلق سواء للمصاب أو لذويه اللي ممكن هم يساعدونا في التخلص منه. طيب طبعا أنا عندي شيء ودي أقوله جدا مهم في الموضوع قبل كل شيء. القلق هو عبارة عن كرة صغيرة جدا ولكن تتدحرج، فإذا تدحرجت أصبحت مثل كرة الثلج لن تستطيع السيطرة عليها. يعني كرة الثلج هي كل ما جالها أصلا تكسر. فالقلق لا يتم التهاون فيه أبدا، بمعنى احنا ذكرنا العلامات والأحقاب، احنا ذكرنا الأشكال اللي يجي فيها القلق، أنواع القلق اللي هي الرهاب الاجتماعي، اضطراب القلق، قلق الانفصال، الخرس الانتقائي عند الأطفال، الرهاب المحدد، وفي القلق الناتج عن استخدام مواد مخدرة. هذه أنواع القلق اللي موجودة، فأي أحد شاف أحد قريب له أو يشعر بالعلامات والأعراض هذه اللي موجودة عنده يلجأ، والمشكلة ما زالت صغيرة حتى نقدر أننا نتداخل معها. مثل ما في أمراض القلب وأمراض الباطنة والأمراض الجراحية والكسور، زي ما في تدخل مبكر لمعالجة هذا الأمر في الأمراض النفسية ومن ضمنها القلق، هناك تدخل مبكر، ودائما التدخل المبكر يعالج هذه الأزمة ويوئدها في مهدها. يعني فكرة صغيرة نقدر نعالجها، بس لما تكبر وتتفاقم يكون العلاج أصعب. طيب الآن بأتكلم من جانب الوقاية، يعني أنا كيف أني أقدر أكون مثلا أعمل كل مجهوداتي هذه وفي المقابل ما أبغى يجيني قلق، أكون في جانب وقائي. الوقائي اولا لازم تطبق سياسه نسميها سياسه الستريس اللي هي اداره الضغوط. اداره الضغوط هذه فيها التامل، فيها الاسترخاء. لازم انت كشخص، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
أنت لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لازم تعطي نفسك قسط كافي من الراحة، قسط كافي صحيح. من النوم صحيح. من الاسترخاء، من فصل العمل عن المنزل، وفصل المنزل عن العمل، وحتى المنزل يكون فيه أنشطة مختلفة، حتى العمل يكون داخل العمل هناك فصل لو بسيط من أجل نفسك، من أجل الاسترخاء، من أجل التأمل أيضا. يعني نقدر نقول أستاذ إسماعيل أن هذه أحد طرق العلاج اللي تكون في المنزل، الواحد يعالج نفسه بنفسه. إحنا الحين نقول استباقيا قبل لا كوقاية. أيوة كوقاية. بعدها نقول على موضوع العلاج. أيضا كميات الكافيين، إحنا الآن صايرين مدمنين قهوة، إحنا مدمنين قهوة، والمشكلة إنه صار فيه تباهي بكمية الكاسات اللي تشرب. أحد الأشخاص قاعد معه أنا قبل أمس يقول لي أنا 14 كاس في اليوم. لا السومر مرة أوفر. فبعدها سبحان الله يقول أنا نومي ملخبط. طبيعي نومك ملخبط إذا أنت توصل لدرجة أنك تقول الكافيين ترى منبه. أنت تتكلم عن لما نقول أنه صار عندك اعتمادية على مادة معينة، هذا هو الإدمان. الإدمان هو اعتماديتك على مادة معينة، فالكافيين يجب أن يقلل. إحنا نقول ما عندنا مشكلة فيه، ناخذ كافيين لكن بالكميات المطلوبة، بالكميات اللي نقلل منها. أيضا الأشخاص المدخنين يحاول يقللون كمية النيكوتين في الجسم. يعني هو إحنا نقول التقليل في حال المدخن، وفي حال غير المدخن عدم التدخين. والله احنا يعني احنا يا استاذ اسماعيل ودنا نقول ان محاوله الاقلاع عن التدخين، احنا دائما احنا في جدد حياتك دائما نحاول تكون نصايحنا بالاقلاع عن التدخين. تفضل. هذه النقطه اللي انا اقولها، انه المدخن نقلل من التدخين الى ما نوصل لدرجه الانقطاع عن التدخين. صحيح. والأشخاص غير المدخنين لا يستدرجك أن النيكوتين هو مهدئ، النيكوتين غير مهدئ. صحيح. نعم أوكي مهدئ جزئي، لكن ترى أنت تتكلم عن 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 شيء معين لا 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 يعالج. أيضا في حاجة من ضمن الديفنس ميكانيزم اللي هي آليات الدفاع النفسية اللي يفترض أن الشخص يكون واعي وذكي ويستخدمها. آليات الدفاع النفسية في شيء نسميه الإحلال أو الإبدال. أنك أنت تبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية حتى تقلل عن نفسك دواعي القلق، أنك ما تكون شخص مستقطب للقلق، تكون شخص طارد للقلق. هذه ترى مهمة جدا، هذا من جانب الوقاية قبل لا نتداخل في موضوع العلاج. أما إذا قلنا لا قدر الله سبحانه وتعالى وأنه صار الشخص مريض للقلق، هناك عدة تداخلات. رقم واحد، في الحالات الشديدة يتم استخدام الأدوية الموصوفة اللي تعتبر من الـ SSRI اللي هي مضادات الاكتئاب، حسب وصف الطبيب اللي يكون مستلم الحالة واندر كنترول، يعني تحت تحكم معين من الطبيب هذا بالجرعات الدوائية اللي يأخذها هذا المريض، حتى أنها تساعد على معالجة هذا المريض. لكن هل العلاج الوحيد هو الدواء؟ لا، قد يكون هناك تداخل قبل الدواء أو تداخل ما بعد الدواء مما نسميه CBT الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي. ممتاز. هذا مما يساعد على انه جلسات المريض، تأقلمه، طرد هذه الافكار، محاوله التعايش بشكل يبعد عن الجانب الدوائي ويكون امور حياته منظمه باذن الله تعالى. استاذ اسماعيل شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك، صراحه احنا الوقت داهمنا. شكرا لوقتك اللي خصصته لي جدد حياتك، وأكيد شرفنا إن شاء الله أن نلتقي فيك في حلقات قادمة ومواضيع أخرى. شكرا لوجودك معنا الأستاذ إسماعيل هزازي، مستشار نفسي في أمان الله.